جلس أولدي الضيب يعني جلس لك غادي تعورني ماما سمح لينا سيدي الله جزيك بشا يوم أولدي كابيس يوم يا وليدي علان ترتاح حتى عييتي وحنيتي الراس وغادي ترجع لأرضك وحبابك واخا ما عرفت واش مازال عاقلين عليا ولا نساوني بصراحة إلا كانوا نساوني غادي يكون حسن باش من وجه غادي ندخل عند الله زور إذا سولتني فين كنتي هاد المدة كاملة اش غادي نقول لها مشيت نشري الملوخية من مصر وشدوني العشاء إيوا وولدي وليدي اللي دابا هذا أكثر من 40 عام باش غادي نجاوب بابا الزمان جاي كل شيء هلا امي لا خدام ماشي القدام خدام انا في المطار ماشي السبيطار امي ماشي السبيطار المطار عارف ما عندكش الريزو كانت سنه واحد كلينا غتجي من المالديف المالديف راه واخا غوت راه ما غتفهميهاش امي صافي دعي مع ولدك ما يجدني حتى شي بوليس راه ما عنديش لاسورونس واخا امي يلا ها الكلينا جات يلا امي مدام فين الحاجة؟ شو تقول الحياة؟ احترم نفسك واش ما عرفتينيش ولا؟ لا وبما انك ما عرفتينيش ديماري باش توصلني لداري لا انا كنتسنى واحد السيدة مخلصة الكورسة ديالها وهاديك الشنطة ديالي والساك اللي درتيهم في الكوفر غيبقاو تما؟ فين كاين المشكل؟ غنهبطهم وغتنزل في الحاكم انت على هما ديالك؟ لا يلا الله يرضى عليك طلقني انا راه كيتسناوني عائلتي 40 عام هادي ما شافوني 40 عام هادي هما كيتسناوك وخايف تجي لهم معطل شوف الله يرضى عليك نقص هضره ولا رانا غادي نعيط لك للبوليس سير اخويا شوف لك شي طاكسي اخر شوف طاكسي اخر سير البوليسي سياش البوليسي وداروا مزيان ملي قربوا المطار من سونتر فيل انا راني كنت باغي نسافر هادي 40 عام الليله ديال الطريق باش يلاه دركت نوصل وقت الطيار سونتر فيل لا ماشي سونتر فيل راه الدخله ديال المدينه ياك وسيدي الله يلا الضرب إذا كبرات تبارك الله مزيان صح؟ لا غياب الدابات زيان حافظ الحاجة؟ الله يهديك كيفاش حافظ؟ هاد الناس رانا نشتغل خدمت معاهم وخدمت حتى مع المصريين سبحان الله العلي العظيم غير طلعتي للطونوبيلة قلت هاد الراجل فنان شنو غنكون؟ 40 عام وأنا كنضرب الطرف مصر شنو غادي نكون مهندس صيدي واش كتعرف ديك نجاة الصغيرة؟ نجاة الصغيرة وكنعرف نجاة الكبيرة وكنعرف حتى نجاة عتابو وهاديك اللي كتغني سيتي الحبايب هاديك فايزة أحمد الله يهودي هاديك مرة طيبة خدمت معاها مزيان لا ما إلا شفتيها عاوتاني شي مرة أخرى نقول لها راه كاينة واحد السيدة اللي هي الوالدة عندي كتحماق عليها نقول لها مغربية كتحماق عليك الله يهودي فايزة أحمد راه مات في 83 والله سيدي ما في خبري الا من عندك دابا ايوا شتي با وام كلثوم مالا حتى هي باقا عايشه اش تعاود ويلي على باقا عايشه واقيلا انت ما تبعتيش الطرب من السبعينات مات ام كلثوم الله يرحمها وليدي وماتوا كاع العباقره ديال الموسيقى ديال مصر كلهم مشاو عند الله ما كاين غير ذكر وارحم دابا الحاج كتعرف هاد الناس معروفين المغنيين المصريين زوينه عندك شوف اسيدي دابا انا خويت مصر ولكن الا مشيتي كتسول عليا كتقول لهم على الافندي المغربي ما كاينش اللي ما كيعرفش داري مشهوره بحال الثور البلق هي دابا كتبان في التلفازه اسمح لي انا ما عمري تفرجت في التلفازه كتبان في التلفازه هاك مشاني انا كنت باغي نبان في التلفازه ولكن ما سهلش الله مشيت عطاوني هذا مشيت كنضرب الطر الى يومنا هذا ما كتبش المكاتب كلشي على المكاتب أه
الحمد لله على سلامتك، احنا وصلنا. تعذبت معاك اليوم الحاج. ماشي بس ما كاين، انت غتفك مني. واخا فين هي الدار؟ الدار هي الحومه هي هذه، احنا وصلنا دابا، احنا نقل نوصلك للدار. شوف هز معاك البواز وغنديك حتى للدار ونوصلك عند الحاجه، ما تعرف تجري عليك. جري عليا؟ هذه هضره عندك ما حشمتيش. اسمح لي والله الا تبزقات لي انا مبلوز شويه. انت ماشي غير مبلوز، انت راك مفوت في البليز. طلق مناش ما سمح لي سيبك عليك. سر سر تعب. حاج ياك ما غلطي في العنوان. لا الحومه هي هادي، هاديك راه دار هنيه، هاديك دار ابراهيم مول الحوت، وهادي راه هي داري. واه كيفاش تولات كوميساريه؟ ما يمكنش. فين مشات زهراء وفارد؟ فين مشاو؟ حاج هادي راه 40 عام باش مشيت، دابا المراه ديالك غادي تكون في عداد الموتى، الله يتقبل. تاع الشيطان ولدك إذا لقيتيه محال يعقل عليك. شوف انت واقيلا كيخصني ندخلك نيت لهاد الكوميساريه يعاودوا لك التربيه، ترى قليل ترابي انت. ولدي الله يرضى عليك. واش عمي؟ قول لي انت ساكن في هاد الدرب؟ اييه زياده وخلوق وتربيه وقلة التربيه. يلا خارجين من عندهم. هاد الدار اللي ولات كوميساريه، عرفتي واحد السيده كانت سميتها زهرة وعندها ولد فريد كانوا ساكنين ما تعرفش فين مشاو. هذا عمي راه كوميساريه شحال هادي قبل ما تزاد انا، بس يكون ساكن فيها شي واحد راه عمره ما كان. وما تعرفش شي واحد هنا ساكن في هذا الحي قديم هنايا ينعت لينا؟ مش غادي نقول لك عمي، شي الدرب كلهم ساكنين شحال هادي، اما شي واحد ساكن هنا راه ما عارفش. شكرا ودي شكرا ودي شكرا. بارك الله فيك. هذا راه يمكن تزاد غير السيمانه اللي فاتت، اللي سولنا عليه تيقول لك يمكن انت هو النحس اللي تابعني باش ما نلقاش عائلتي. وخلصني يا خويا وغتلقاهم منيش. واش غتسكتنا ولا لا؟ واش هذا علال ولا خاني نشوف؟ لا هنيا كي درتي؟ ويلي الحاجة هنيا قول ما تهولنا عليك، قلنا هذا واقيلا ضال البحر او طرات له شي مصيبة. شتا وليد هاد السيد راه كبرت انا وياه بحال الخوت، ومراته باقية صاحبتي الان. انت لقينا عطينا العنوان ديالها باش يخلصني باش تمشي بحالي. قول لي واحد لالا زهرة فين شداتها؟ قول لالا زهور، قول مدام زهور بعت لك الرياض وبعت الدار الفوقانيه تبارك الله، شرات واحد العزيزه من فيلا كتمتع لك فيها، شتي غير الجردن قد هاد الدرب. الحاج خصنا نبدلو الاتفاق دابا، راه كاينه الفلوس خصك تزيد. شويه اسكت شويه على الشيطان. ايوا ولدي فريد ما عرفتيش كي صار الحال به؟ دكتور فريد ما تعذبت عليه لالا زهور صراحه، قرات وربات تبارك الله حتى ولا بسيكولوج وبالعقليه عرفتي؟ ايه متزوج واحد المراه غزاله تبارك الله، تكتب كدير الكتب. المهم والدين ثلاثه الوليدات عمر وهذه ورياقوت والكبيبه راه سميتها رانيا او ما نعرف الله ما عرفش. بارك الله هادشي ما عرفتيش، ما كون عرفتي كون قلتي لنا باش تعشاو البارح. واش غادي تسكت شويه ولا لا؟ قول لي ما عرفتش مش فين مشاو فين تحولوا فين سكنوا ما عرفتيش؟ كنعرف غير هما، كنعرف الدار نعات لك تمشي مقصد. سير ولدي نزل هذيك الشنطة وتبعني الله يرضى عليك. شجاع أنا سالات خدمتي هنا. ها؟ خصني نتخلص. اسمح لي. ألو أمي أنا مع الكليان دابا. واهير بلاتي غير خليني 10 دقائق خلصني ونعيط لك. يلا يلا. أسي علال. الفلوس. ما عنديش أي صرف، أنا مازال ما صرفت الجنيه. شناهو؟ الجنيه. دخل معايا للدار وغادي نقد شي بركه من عند ولدي ونخلصك. هو دابا هذا ولدك الا ما بغاش يشوفك مشات على عينيا دابا ولا اش؟ انا ما يمكنش يشوفني، ولدي مشتاق ليا. 40 عام وانت غابر، شنو غتقول لي؟ ما غنقول له والو، غادي نتعانقوا غادي نضموا لصدري وغادي احس بانني انا هو بوه. عجبني اللي متاثر بدوك الافلام ديال انور وجدي. وجدي من وجده. شوف ولدي الله يرضي عليك بلا ما تكثر معايا الهضره، بغيتي تخلص نقش شويه الهضره وتسمحني. الله يرضي على ولدي، الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. اجي تبعني. شي هادو راه معاهم سلاكه ولكن ديك المهم
ما نقدرش عليها. زيدي خدامي وسكتي وخلينا نهربوا من حد طبيب ما تنصحاه. ما يوقع لينا بحال بنت خالتك خدمت معاها يومين جاتها الجلطه. قولي يا بنيتي الله يرضي عليكم انا كتكون زهره. واش تقول لا زهور ما حد ربي مطول لك في العمر هرب ما حد مازال ما رجعاتش. ياك اش باقين كديروا هنا؟ يا قلتوا غتمشيو في حالاتكم. السلام عليكم. انت الماجوردوم جديد؟ دخل شوف مع مول الدار ولا غيشوف معاك. مول الدار هو الدكتور فريد ياك بنتي؟ اييه. فين هو؟ ها دخل هاد العياده من هنا. شكرا. تحرك تحرك. 40 عام عاد كسب غير هادي. الو امي واخا وين تخلصوا من عند السيد ونجي واخا 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 اشنو بغيتي ندير دابا اشنو بغيتي ندير دابا قولي اشنو بغيتي ندير دابا ما جاوبتكش حيت كنت كنهضر مع الكليان واش نخليه بوحدو خصني نتخلص عارف اش غادي ندير غنجيب الخبز ونجيب المناضه والكمير صافي امي راه كنت برا الدار البيضاء ربع ساعه ولا ثلث ساعه ولا ساعه الا ربع نكون عندك ما خلصنيش ما خلصنيش فين عمري تخلص حنا ديال الخلاص من عمرنا تخلصنا حنا السلام عليكم. اسمح لي. السلام عليكم فريد. لا ما نبداوش بحال هكا من النهار الاول. انا دكتور فريد ما كنبغيش نحيد التكلفه ما بيني وبين لي باسيون ديالي. يا ولكن راه غير عارف انت ما كنتيش قصد. اسمح لي على هاد الروينه اللي عندي. كنت كنقلب على الاجنده ديالي بلا بها ما كنقدرش نخدم. مرحبا بك بلاصتك تفضل. شكرا. ايوا على جندل نبداو. خويا فين غادي؟ انا ماشي طريق المطار. اش كديري انت هنا؟ انا من قبيله وانا هنا. انت اللي فين كانوا عينيك؟ هلو تبقى تشوف فيا؟ كمان نعطيك تصويرتي. ما كرهتش مي. ماشي هذا الوقت مي. ماشي دابا. عاود ديماري ما نبقاش نهار كامل هنايا. انا خدمت بالابليكاسيون باش نلقى واحد اللي مثالي يديني فين بغيت انا ماشي فين بغى هو. ابليكاسيون بعد فهمت مثالي اللي بغيتي نديروها نديروها. يلا تحرك ناري ومامي وتوصل وما تلقاناش غتسد المطار نسوق. تحرك. ثانك يو ثانك يو اختي. الاسم علال. الله الله اسميه العزيزة. صح عزيزة عليك اسم علال. سميت الوليد علال بن غريب الله يرحمه. الله أكبر الله أكبر. تفضل سيدي تفضل. علال ياش؟ علال بن حبيب. واش هذه أول مرة كتزورني فيها؟ لا لا سبق لي زرتك ولكن كنت مازال صغير محال واش تعقل عليا. سي علال نبقاو مهنيين. سميتي الدكتور فريد جاوبني على قد السؤال واش سبق لك جيتي لعندي؟ نعم دكتور. لا 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 هذه أول مرة. وعلاش قررتي تجي تشوفني؟ كان عاني ولدي كان عاني من الوحدانية قرضني. سميتي الدكتور فريد. نعم دكتور. وعلاش كتعيش بوحدك؟
واش العائله ديالك تخلاو عليك؟ لا 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 ما تخلاوش عليا، غير الظروف والاقدار، الاقدار ديال الله سبحانه وتعالى شي اللي كان ولدي. الله اكبر، ماتوا الله يصبرك. لا 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 ماتوش، هو كاين اللي مات، كاينين اللي ماتوا، ولكن بصراحه بصراحه هذوك اللي مازال على قيد الحياه ما بقيت كنشوفهم. انا اللي بقى فيا هو واحد الوليد ما شفتوش ملي كان مازال صغير. صباح انت جري جري جري، كنت تقلب بينا الطوموبيل جوج المرات، ودابا حنا الشمس مطنطنا يصيبنا شي مرض. ويصيبنا مرض وما تعصبش منا مامي. السيده شنو غتكون كدير كاع بالسلامه؟ هاي خرجت مامي. على سلامتك مامي. الله يسلمك. على سلامتك مامي. سميتي الحاجة؟ لا سميتك الحاجة. زيدها علاش تعطلتوا عليا بنتي؟ ياك عارفاني وقتاش غادي نجي. زعما جينا في الوقت مامي اولا؟ هي دابا انا كنكذب. حاشا حاشا الحاجة، انا حنا اللي كنكذبوا. هضره من الصباح تنقول لها جري جري جري، وهي كتقول لي لا دابا تقلب بينا الطوموبيل. تنقول لها اختي انا الطاكسي ديالي شغلك، كتقول لي لا زيد. السلام عليكم. كبيره منين جبتي هاد المصيبه؟ كومونديت عليا واحد لابليكاسيون ديال لي تاكسي. داوين عليا؟ سوق وسكت، ما داوينش عليك. الحق الغلط ديالي انا اللي تكلت عليكم، عولت عليكم كون صحاب لي كون خديت الطران بلا جميل تحت. مالك اودي سعيتي ياك لاباس؟ حالتك فحال حالتي، كيجيب لك الله راه نسيتي، ولكن الفرق ديال الحباب صعيب، كيبقى جرح هازو في قلبك حياتك كامله حتى كتلحق عليهم. الله ينجيك اولدي، انت مازال صغير. با مات فاش كان عندي 5 سنين، مات شهيد. شهيد؟ مات بطل في حرب اكتوبر، مات تماك وما رجعش. شكون اللي قال لك هاد الهضره هادي؟ شكون اللي عاودك هاد الحكايه هادي؟ امي. ماما مات وانا صغير، كنت كنتمنى يبقى عقل اللي علمت الصوره ديالو ما كتبش. اطمئن ولدي اطمئن، انا قلبي كيخبرني بانك غادي تعاود تشوف. كي غادي ندير نعاود نشوفو؟ انا كنعرف واحد السيد صديق ديالي 40 عام وغابر، وفي الاخر عاود رجع عند عائلته. وكان مات ديال بصح؟ لا ما كانش مات، غير هو كان راجع لدارو وتلف على الطريق، يعني توضر فهمتي. فريد صباح، 100 مره كنقول لكم فاش نكون هنايا في الخدمه حتى شي واحد ما يطلع لعندي. انا ما جيتش عندك، انا جيت نشوف علال. الا كتعرفي سي علال بن حبيب؟ ما علال الماجوردوم اللي صيفطتنا لاجونس، صيفطتو لك باش تسني معاه الكونطرا. اسمح لي سي علال، كان حساب لي واحد من لي باسيون ديالي. ما كاين مشكل اولدي، ما كاين مشكل. دابا غادي تمشي مع المدام صباح، ومن بعد تجي لعندي نكملوا الهضره. مرحبا. واخا ولدي. والله الا توحشتك امام. حتى انا توحشتكم. ايوا في الاخرين فريد وصباح وعمر والياقوت وما جا وراهم، فين هما؟ كلهم كيتسناوك وباغيين يستقبلوك في الدار بواحد بواحد. هكاك كلهم مشغولين عليا ياك؟ حاشا، مشغولين بيك الحاجه. وماما موجده لك واحد السوربريز غادي تحم. ابو؟ اوي. هكاك. وخا حبس داك الموسيقى ونسني هنايا. زعما علاش الشيطان؟ كيفاش حبس داك الشيء؟ علاش الشيطان الحاجة؟ مامي يا راه ما عارفش. طفي طفي
طفي. بغيت نعرف علاش وقع معنا هو. طفي. باقي زايد فيه. حاجة راهي هاد البطونة ما عرفنا الباب دابا. البطونة؟ لا 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 لا، أنت ما غنصبرلكش أنا تحل لي الباب ولا نهبط نحل على راسي. صافي صافي الحاجة صافي. ما كاين ما صافي. صافي الحاجة صافي. مخنوض هذا. حاجة. مالي أنا. حاجة. حيد عليا ما تشدي ما نشدك. إوا مزيان. دابا بغيت نعرف انا شنو درتي. شنو درتي دابا؟ ما غاديش تسكت. تحلك. انا ما عارفش كيفاش غادي نوصل. ما غندوي انا هضره بقات ليا السيده اللي ما عارفش باللي راه ملي كتسمع الموسيقى كيشدوها له وجه. شداني نقول لك دوي. سكت. وهذا بيت ولدي عمر. ويني 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 على عمر ديما مسكين كينعس هو كيقرا في الكتاب. شوف عمر عمر اللي فين هو؟ وي رانيا ياك لاباس؟ جبنا مال. اي راه الله كيف حطيت لينا من الطاكسي ما بغاتش. علاش شي فور تلقى الموسيقى؟ واش داتا هو يطلق شي موسيقى؟ دوزي ليا دوزي. زي 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 شكون انت؟ انا الماجور دوم جديد ناس اللي داير فاتني باهي تبرا تقطع عليا موت. صافي غير ناس ناس قطع الحس. ما مغدوي معاه دوي. الو. شوف اسيدي الله يعطيك السر، ها انت يطلب منها السماحه ودير لها خاطرها. شي غير طلبلها غير طلبلها اللي طلبلها السماحه كتسمح لي هي كتبغي بحال هكا. ميرسي اخويا ميرسي. مدام صباح. وي. ولدك هو في الفراش ديالو. ايوا انا قدامك زولت ليزار باش نشوف. لا لا يمكن كان ملوي عليه المخايد وداك الشيء علاش ما بالك شيء. فيق عمر فيق. لا 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 فيق. لا 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 مدام الله يهديك. ماشي هكا كيف يقول وليدات الله يهديك. سيدي عمر. صباح الخير اولدي. صباح الخير ماما. صباح الخير. شكون هو هذا السيد؟ هذا علال الماجوردوم جديد. مرحبا. اجي معايا علال. واخا. مامي عافاك راك عارفه راسك شحال عزيزه ما بغيتش تقلقي. كنت عزيزه عليك كنت جبتي لي شيبور مقاد ماشي جايبه لي هذا متوتل كله مبهدل. مامي الحاجه الحاجه انا اللي غاوي واستاهل العقوبه واللي بغيتي نخلص. ودابا اللي عطى الله عطاه الغلا توقع. من اليوم اليوم ان شاء الله ما بقيتش نسمع الموسيقى غادي نولي سمك والراديو نبدا نطفيه. التلفازه عندنا في الدار العشيه نمشي نبيع باباها. تا الصونيت غنحيدها غندير بلاصتها دعاء. كون ما كنتيش نية كون راه كاع ما نسامح لك بالحق. ها آخر مرة آخر مرة. شنو كدير؟ باغي نصيفط ميساج للمال. أرا ما بغيت نصيفط والو. وهاد الباب دابا شكون غيحلو؟ ألا وقدامي النور كتجيني الدوخة فهمتي؟ وهادي لا شومبر ديال الحاجه زهور. اتونسيون تقدر تغلط في اي حاجه الا هاد لا شومبر هادي لان هاد البيت هذا مخبيه فيه التاريخ ديال العائله. داك عجب. فين هي الصوره ديال الراجل في وسط التصاور؟ ما كتبقيش دير التصويره ديالو. علاش؟ قالت لك بغات تخليها في قلبها. وفي خبارك حتى هو سميتو علال. غير هو تبارك الله كل الهمة والشان شاد الشهادة اللي كتشوف ديالو. حنا التصاور ديال الحرب هادو صحابو الله يرحمو مسكين. لا حول ولا قوة. وانت كيف كتشوف هاد البيت ما عندك ما تجمع فيه لأنه هو أصلا ديما مجموع. أوكي أوكي لا لا أوكي. علال. نعم علال. الحاجة زهور بصلات. واخا علال. عمر ياقوت مامي بصلات. فين هي؟ اش كدير انت هنا؟ انا اللي جبت الحاجة. فين هي؟ خالتي الحمد لله على سلامتك.
ما على سلامت. الله يسلمك. توحشناك بقات بلاصتك. شكرا. الدار الله يسر من اللي خرجت منها ما تنقات. مامي الحبيبة الحبيبة ديالي الحبيبة ديالي ما توحش تحد في الدنيا من غيرك. مين لابس عليك؟ نورتي دارك ماما. فريد الحبيب ديالي توحشتك بزاف بزاف الحاجة. ربي يخليك ولدي الله يخليك لي الله يخليك لي. الحاجة الحمد لله على السلامة. حاجة هذا الماجور دوم جديد ياك صباح؟ اكزاكتومون قلت لاجونس تصيفط لي احسن ماجور دوم عندهم وسبيسيالمون نهار الدخله ديالك من العمره حيت انت عندي غاليه بزاف والسي علال عنده خبره كبيره. لاله زهور الحمد لله شفتك على خير. تبعني بغيت ندوي معاك. غتجي جلطه في الدماغ. عادي مامي رجعت. خونا ايه عاون خوك. جالس جالس فين انا جالس؟ فين انا جالس؟ انا واقف وغادي بهالي دابا. خدم الا بغيت. ما حشمتيش غبرت 40 عام وعاد جايب وجهك حمر. توحشتكم. ما عندك ما دير هنايا. على الراجلي الله يرحمه. سمح لنا ما محتاجينش لشي خدام دابا. صافي نسيتي العشرة زهرة. سميتي زهور وما تهدرش على العشرة. ياك انت اللي خرجتي وقلتي غنمشي نقلب على خدمة وفي الاخر مشيتي غبرتي بنتي ما صبحتي. فعلا فعلا مشيت كنقلب على النجومية. كنقلب على النجاح. ونجحتي؟ لا بالعكس فشلت. نهار على نهار كنقول هذا اليوم غادي نحقق الدا غادي نحقق نجاح في الاخير لقيت راسي ما درت والو وحشمت حشمت انني نرجع بكم بيدي خاويه. وغير خليك حشمان على عرضك حسن ليا وليك. الله يرضي عليك. انا عرفتك انك بلتي كتكرهيني غير عفاك. انا كنطلب منك حقي لي الطلب بغيت نقضي معكم ما بقى في عمري وحده ولدي. انا مزوق فيك ياك عشتي حياتك كي بغيتي عاد جيتي دابا بغيتي تصدق علينا بداك الشيء اللي بقى لك منا. اسمع ولدك ما محتاجش لشي واحد يكون ماشي قد المسؤوليه. قلت لك غادي نبقى غادي نبقى. الا بقيتي يا علا راه غادي نوري لك زهور علاش قاده. حتى انا غادي نعيط لولدي وغادي نقول له ولدي اسمع ولدي الله يرضى عليك هذيك الكتبه اللي عايشاتك فيها ماماك هذه سنين وهذاك اليوسم اللي قالت لك راه غير كذوب كذوب باباك راه مازال حي يرزق. هانا علال راني غادي ندمك. ايوا خليني نبقى مع ولدي خليني. الله يهديك يا زهره الله يهديك. واش درتي كلشي في الزير والعشره نسيتيها؟ ولا ما هداكش الله ما عندي ما ندير لك انت وضميرك. علال غادي تبقى انما وياك تقول شي حاجه لفريد راه غادي يكرهك وغيكرهني. وانا نقدر انا راه ما عنديش اللسان باش نحكي له هذا الشيء. انا غير كنضحك معاك. شوفي علال زهير ثقي بيا غادي يكون عندكم ماجورتو اللي ما غاديش يحشمك. غادي ان شاء الله نفكرك وداك الطويجن الزلمي اللي كنتي كتاكلي من يدي. ولكن علال راه واخا غادي تبقى غادي ندير كل ما في جهدي باش نهربك من هاد الدار. واخا لالا ما عندي ما نقول انت وجهك. عرفت
اختي علال بحال هاد الحريره ما كليتهاش من يامات المرحومه. تبارك الله عليك. بصحتك لالا، كنتمنى تكون هادي هديه بسيطه بالنسبه للمناسبه ديال الرجوع الى الازهار. ما كيصحاب ليش كتسناوني ما نكون جيت قبل وما نخليكمش هكا. على سلامتك الحاجه. الله يسلمك. عندك الحق. صباح تبارك الله عليك السي علال. دوقي دوقي ماما غادي تعجبك. لا لا ما في ما يدوق. لا لا دوقي دوقي سيدتي. يمكن انت تفكرك في شي حاجه. ما خصنيش. يعطيك الصحه علال. انا ما كنشربهاش ولكن من اليوم انا نشربها غير من يديك. بصحتك بنتي. عافاك ماما لا مدير لي خاطري. راه غادي تعجبك السي علال، راه دار على قبلك. هي دوقي. اش غادي نشرب؟ اش من حريره هذه؟ مطيشه من الفوق والماء من التحت. احترامتي سيدتي. شتي الجلسه وماما كاينه؟ الحمد لله على سلامتك. الدار بلا بك راه خاويه. خليك ليا الحبيب ديالي. كنت كنتمنى الحاجه تكون هاد الدخله هادي من العمره كانت تكون انت وبابا الله يرحمه. الله يرحمه. دعيت له بالمغفره في داك الارض السعيده ويسامحه. يا ربي امين يا ربي. عرفتي يا خالتي انا توحشتك. الدار بلا بك بقات خاويه. ميرسي. حتى انت راه دعيت معك بالمغفره بالهدايه. انا عندي ما نقول بهذه المناسبه. كنشكر الحاجه اللي عرضت عليا لهاد العشاء في سبيل الله. تفكرتيني نسيت ما قلت لكم من حدنا مجموعين. مسعود راه غادي يولي الشيفور ديال الدار، غيسوق داك الطوموبيل اللي كانت منزله. فاينالي. يس اوف كورس. امام ولكن هذيك الطوموبيل انا اللي غادي نسوقها. انت لا. على نسيتي؟ نسيتي داك القصيده المنحوسه اللي كنتي درتي؟ لا ما نسيتش. الله يرحمه بحالك بحال باك. كتقبطوا شي حديده كتدخلوا فيها في الحيط. سي رمازي سيدتي. سي رمازي. موسيقى ممنوعة. فلاشة. في الدار. أول حصول السلام عليكم. أنا خصني نعس بكري حين تغدا تابعني السوقان. صبحوا على خير. على سلامتك. الله يسلمك. فين غادي؟ انايا شبعت، المهم انا نهضت ما عندي لاش نبقى جالس. ما تجلس تتعشى معانا؟ صافي غنطلع نعس. انا خاصني نمشي، خاصني نكمل كتابي. فين غادي انت؟ انا يعني صافي غنمشي نحك ثاني باش نطلع نعس. ايوا على هاد الخيبه حتى انا غادي نطلع نعس، ما بقى عندي ما ندير هنايا. شكرا سي فريد، شكرا على العنايه وعلى حسن الاستقبال ملي زرتك في العياده ديالك. شكرا بارك الله فيك، خديتي من خاطري. لا لا ما كاين حتى شي مشكل. انت سي علال شبعان مشاكل. الا صباح على خير. ولي ولدي يا فريد. نعم. ملي زرتك في العياده ديالك وعن نقصك ما حسيتي حتى شي حاجه؟ انا باش غادي نعز. لا ماشي دابا الله يهديك. سيدي مرحبا. الله يهديك زوينه.
علال شوف شكون. واخا لالا واخا. السلام عليكم. وعليكم السلام. علال شكون هذا السيد؟ شكون نتوما نعمس؟ المختار ماجور دوم. الماجور دوم؟